تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وخلال لقاء جلالته بكبار الضباط أكد أيده الله اعتزازه الدائم بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل شكرا جلالته لهم جميعا الجهود السامية التي يقومون بها لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم، وأنهم موضوع تقديرنا ومبعث فخرنا للبحرين وأهلها الكرام. كما رفع الجميع لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبدلهم أيده الله التهاني بهذه المناسبة الكريمة وكلفهم بنقل تهانيه وتبريكاته إلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم النبيلة داخل البلاد وخارجها، مؤكدا رعاه الله أن البحرين تتطلع دائما إلى أن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، متمنيا لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان دوام التوفيق والسداد، ولوطننا الغالي العزيز استمرار الازدهار والرقي.